وللحديث أكثر عن زيادة وتيرة الإعدامات في العراق في ظل تنديد دولي بتنفيذه، تنضم إلينا إيناس زايد الناشطة الحقوقية عبر الهاتف من عمان. أهلا ومرحبا بك ست إيناس. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. مساء الأنوار. الأمم المتحدة تقول إن عشرات السجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم في سجون العراق. كيف يمكن تفسير أحكام الإعدام التي نفذت بحق 21 شخصا منذ أيام؟ يعني في البداية عقوبة الإعدام هي من العقوبات المحرمة دوليا، وهذا واضح بنصوص عديدة من نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن على الفرض الساقط بأن هذه العقوبة مطبقة ويجوز تطبيقها على الصعيد المحلي في العراق، فإننا نجد العديد من الموانع التي تمنع فرض أي عقوبة في العراق، لأنها تتطلب ابتداء وجود قانون عادل، هذا في البداية، ومن ثم سلامة الإجراءات بما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة، وهذا الأمر تفتقد له اليوم العراق مع الأسف لعدم وجود منظومة عدالة حقيقية أساسها القضاء النزيه والمستقل. صدور يعني أحكام بالإعدام وخاصة على أشخاص بعدد كبير استنادا طبعا إلى قانون الإرهاب الذي يحمل نصوصا فضفاضة لا يمكن أبدا أن يقال عنها بأنها نصوص محددة أو تدين الشخص بفعل محدد، هذا الأمر قولا واحدا ينافي معايير وضمانات المحاكمة العادلة، ولا يجوز بالمطلق أن تكون هذه الإعدامات أو أن تصدر هذه الإعدامات بهذه الطريقة دون وجود حتى حق للاستئناف أو للطعن من قبل الشخص المحكوم عليه. هذا الأمر يعني وتم رصد العديد من الحالات فعليا التي نفذ أو الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام، ونحن كقانونيين وحقوقيين نعتبر أن هذه الإعدامات هي خارج نطاق القانون وليس تحت مظلته. طيب، ما مدى خطورة تنفيذ أحكام الإعدام في الظروف السياسية الراهنة في العراق وعدم استقلالية ونزاهة القضاء فيه؟ نعم، يعني مثل ما ذكرت لك القضاء اليوم العراقي يعني أولا هناك تأثير من قوى خارجية عليه، هناك أحكام تصدر عن القضاء دون تسبيب ودون تعليل واضح أو حتى وصف للتهمة أو للجرم المسند إلى الشخص بشكل واضح ومحدد، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الفرص التي فقدها الأشخاص المحكوم عليهم بالطعن أو حتى باستئناف الحكم بسبب عدم تمكن ذوي الأشخاص من معرفة الأحكام أو عدم معرفتهم هم أصلا، يعني صدرت الأحكام بشكل غيابي ولم يتمكنوا أصلا من استئناف هذه الأحكام. لا. بعضهم لم يمثل من خلال محامي، بعضهم أيضا لم يعني يستند الحكم عليه لدليل واضح، إنما فقط اعترافات، وهذه الاعترافات يعني تؤخذ عادة تحت التعذيب وتحت يعني وطأة التعذيب داخل السجون أو المعتقلات. لذلك هذه الأسباب كلها وغيرها من الأسباب تجعلنا فعليا نشير ب يعني علامات الاستفهام إلى ما الذي يحدث في العراق؟ هل يستخدم القضاء اليوم كذريعة وك يعني سبب فقط لتنفيذ وتصفية حسابات شخصية تجاه بعض الأشخاص؟ هذا ما نخشاه فعليا كحقوقيين. إلى أي مدى يعني تفقد إجراءات الضبط والتفتيش والتحريات ومن ثم المحاكمات مقومات العدالة المنصوص عليها في المواثيق الدولية أو تفقد عفوا؟ يعني بالتأكيد في ظل غياب كافة الأسباب التي ذكرتها لك، يعني نحن نقول بأن مقومات المحاكمة العادلة مفقودة، لا يوجد أبدا محاكمة عادلة يمكن أن توصف بالمحاكمة العادلة في ظل غياب ضمانات أساسية بعضها ذكرتها لك وبعضها الآخر يعني لا يوجد أصلا أو غير موجود أصلا في العراق. لذلك نحن نقول بالبداية لابد من توفر ضمانات التمثيل الصحيح القانوني الصحيح أمام المحاكم العراقية النزيهة أو حتى المستقلة التي لا يوجد ما يؤثر عليها من قوى سياسية خارجية، ومن ثم نقول بأن الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم هي أحكام معترف بها وقانونية ولا يمكن يعني أن ننتقدها بشكل من الأشكال، ولكن في ظل غياب كافة هذه المقومات لا يمكن أبدا القول بوجود محاكمات نزيهة في العراق. انتقدت الكثير من المنظمات الدولية الحكومة في العراق إفراطها في أحكام
أحكام الإعدام أو في أحكام الإعدام عفواً وتنفيذها؟ ما سلطة المجتمع الدولي من حيث اتفاقيات حقوق الإنسان وعلى الأقل الإبقاء على الحكم دون تنفيذه؟ يعني هناك العديد من الآليات التي من الممكن استخدامها من قبل المجتمع الدولي. هناك يعني ضغوط من الممكن أن تمارس من قبل منظمات الدولية على الحكومة العراقية من أجل وقف أي أو وقف تنفيذ أي حكم إعدام قد صدر أو قد يصدر خلال الفترة القادمة. لا يمكن أبدا التفريط بأرواح هؤلاء الأشخاص من أجل تصفية حسابات شخصية تجاههم أو حتى كيل التهم غير المسندة إلى أي قانون أو أي دليل قاطع بحقهم. هناك آليات مثلا آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في العراق، وهي يعني آلية فعالة من أجل قياس مدى تطبيق الحكومة العراقية لقواعد وحقوق الإنسان، بالإضافة طبعا إلى التقارير الدورية التي تصدر عن تلك المنظمات بشأن ما يحدث في العراق في هذا المجال. هناك العديد مما يعني دعنا نقول أدوات يمتلكها المجتمع الدولي من أجل الضغط على الحكومة العراقية حتى يعني توقف هذه الإعدامات، ولكن لابد من وجود إرادة سياسية من أجل تفعيل هذه الأدوات في هذا الوقت. الناشطة الحقوقية إيناس زايد كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.